سجن أو إعدام. عليت هاني، هدي أعصابك، مشكلة إن شاء الله الموضوع مش هنوصله لدرجة، وهنحاول إن إحنا نلم الموضوع بقدر الإمكان. بكرة الجرايد تكتب عن كل حاجة، وفضحتنا تبقى بجلاجل. أنا في كابوس، أنا في كابوس قصي يا حفظ ساكت. كابوس يعني يا كابوس إيه؟ لسه الكابوس اللي جاي أفظع وأشنع. اتفضل معايا دكتور مرسي، اتفضل معايا. ازيك يا مو؟ الله يسلمك يا بابا. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ شات. ممكن اتكلم معاكي شويه؟ يا سلام يا سي بابا، ده انا بستنى القعده دي كل سنه مره، ده انا ناقصه اغني لك واقول لك زوروني كل سنه مره. شكلك رايق النهارده. الحمد لله. يعني يا ستي مش حاسة ان انت عبء علينا لا قدر الله ولا حاجة، ولا احنا متضايقين منك؟ ما تزعلش مني يا بابا، انا اسفة، انا عارفة كويس قوي ان ما كانش المفروض اعمل كلام زي ده، بس اعمل ايه بقى؟ ماما بتقعد تضغط على اعصابي لغاية ما بتخرجني عن شعوري، ودي مش اول مرة يا بابا، كل مرة بتعمل معايا كده، بسمع كلامها وبروح وبقابل، بس خلاص بقى ما عدتش قادرة استحمل. طبعا يا حبيبتي انا حاسس بشعورك، وحاسس قد ايه انت بتبقي متضايقه لما الكلام ده بيتقالك وكل حاجه، بس صدقيني انا ببقى حاسس بشعور امك اكتر منك. يا بابا انا مقدره مشاعرها كويس قوي، بس انا برضو من حقي اخد قراراتي بنفسي. ممكن تسمعيني للاخر يا نور؟ حاضر يا بابا. من ساعه ما الام بتولد البنت وهي بيبقى كل مشكلتها انها تستنى يوم فرحها، كل لما بتكبر الحلم ده بيكبر معاها، تلاقيها وهي نازله تشتري اي حاجه لبيتها، تشتري لبنتها طقم صيني اي حاجه، حتى لما بتنزل تشتري للبيت مفارش تقول لا المفرش ده شكله جميل قوي انا عايز اخده عشان موت. وكل لما بتكبري الحلم بيكبر معاها، يفضل يكبر وانت بتكبري وتفضل عايشة تستنى اليوم ده هو محور حياتها. صحيح الوضع اللي انت فيه طبيعي وسنك ده طبيعي جدا، مش كده لا، ممكن كمان 6 سنين كمان يبقى طبيعي، لكن القلق اللي جواها كل يوم بيكبر وكل يوم بيزيد لغاية ما تشوفك وانت في بيت العدل زي ما بيقولوا، او لغاية ما تتجوزي. بس المشكلة دي مشكلتي انا. لا مين اللي قالك كده؟ دي مشكلتها اكتر منك بكتير. انت ليكي حياتك واصحابك، الكمبيوتر بتاعك، هي مفيش قدامها غيرك، انت واخوكي، اخوكي وخلاص بتشوفه كل يوم خميس لما يرجع من الكليه، انت بقى اللي قصاد عينيها كل يوم. يعني ايه؟ اعمل اللي هي عايزاه؟ لو حاجه تقدري عليها اعمليها، مين عارف النصيب فين؟ ولو مش قادره عليها طبطبي عليها، خليكي حنينه معاه، دي امك وخايفه عليكي. حاضر يا بابا، حاضر. اسيبك بقى للتشات بتاعك ولشغلك عشان ما اعطلكيش. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت من اهلك. اتفضلي تعالي على مكتبك، اتفضلي. الولاد كويسين؟ حد جرى له حاجة؟ لا 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 طمني خالص، الولاد كويسين وزي الفل. المهم انتي. انت عايز ايه يا خيري؟ البيت ما وحشكيش؟ حتى لو وحشني اللي انا فيه بيخليني ما احسش بأي حاجة.
بذمتك يا عبلة، بذمتك انت لسه ما حسيتيش ان غلطتي لما دخلتي نفسك ودخلتينا كلنا في الدوامة دي؟ لا بالعكس، انا كل ما الوقت بيمر بحس ان انا عندي حق. هقول لك ايه طيب، ما كنتيش تبقى عبلة لو كانت اجابت غير كده. انت جاي تحللني بعد العمر ده؟ انا جاي لاني حسيت اني عايز اقول لك اني لسه بحبك. اسفه يا خير، انا مش هرتاح غير لما الاقي حل المشكله بتاعتي. عبلة انا مش هقول لك اني محتاج لك جايز قوي، ما يهمكيش انك تعرفي، لكن بالتاكيد ولادك محتاجينك. انا كمان محتاجه لهم قوي، وتحت امرهم في اي وقت. ومش محتاجاني؟ كنت. ودلوقتي؟ انت عارف رايي من يوم الحادثه. على العموم أنا مش هفقد الأمل وهسيبك تفكري، مش عايزة حاجة يا عبلة. طيب بعد إذنك. احتفل قسم طب الأطفال بتوزيع رسالة الدكتوراه التي قدمتها الدكتورة عبلة عبد الرحمن لتوزيعها في جميع المحافل العلمية في العالم. شكراً يا دكتورة عبلة. اقرا الخبر، اخبار اهرام جمهوريه. ازيك يا سعيد؟ اتفضلي اقرا. الست هانم، فضحتنا بقت بطبل وجلاجل. الست اختك المحترمه صورها ماليه الجرانين، يعني ما ردتيش عليا. عايزني ارد عليك اقول لك